هذه اللحظة فريق متصدر الترتيب دوري القسم الوطني الثاني، يعني في مباراته ضد النادي المكناسي استطاع العودة بهدف لصفر من قلب المكناس. صراحة صفة القتالية ديال اللاعبين والتكتيك ديال سي أمين بن ياسين عطاها الحك ديالو. الحمد لله كما شوف النادي المكناسي كان نب من فريق اتحاد طنجة، ضيع فرص كثيرة حتى هو. الحمد لله تمكننا باش نفوزو خارج الديار، هذا كتحسب لفريق اتحاد طنجة من صوت الدعم ديال الجمهور اللي جا حتى المدينة المكناس باش يأزر الفريق ديالو. الحمد لله هذه النتيجة غتخاولنا باش نزيدو نتقدمو في الترتيب. ما نساوش على الكلام ديال السي أمين بن هاشم من أول دورة تكلم مع اللاعبين بأن الفريق باغي نكون الفريق من باب الأمل، يعني نجمعوا أكثر من النقاط باش ما نطيحوش ذاك الفخ ديال يعني العقد ديالو مع فريق اتحاد طنجة هو تأمين البقاء في القسم الوطني الثاني وليس فقط. ما نساوش التحدي اللي بالنسبة للسي أمين بن هاشم وللاعبين اللي جاوا لفريق اتحاد طنجة السنة هذه، هو السنة الفارطة فارق حتى الرتبة الثالثة. ميمكنش يجيك مدرب في هاد السنة هادي ويجيوك لاعبين وتحترم غير هاد الرتبة هادي، يعني خصك تعطي شي حاجة أكثر من السنة الماضية. حنا الحمد لله في هاد الساعة الكل ما كانش كيتوقع هاد النتائج هادي، اللاعبين الحمد لله كيقدموا واحد الأداء طيب. عندنا صراحة المجموعة اللي كاينة فهي كتكون من جمهور من مكتب المساعدين اللاعبين من أطر تقنية الكل قريب للفارق. الحمد لله عندنا رئيس مازال شاب اللي كيخدم في يعني الفريق، عندنا مكتب في المستوى غادي بواحد الاحترافية تماما كفروق ديال القسم الوطني الأول. بكل صراحة عندنا واحد الشخص اللي مأزر الفريق لا في التدريب لا في الصفر ديال الفريق لا في المباراة، هو الكاتب العام سي حسن بالخيطة، يعني حاضر لكل صغيرة وكبيرة وأكثر حاجة هو الجمهور ديال اتحاد طنجة. نعم، ومن خلال اقتراح كذلك أمين بن هاشم أن يعني فريق اتحاد طنجة كيتواجد في المركز الأول، هذا المركز يعطي ضغوط أكثر على اللاعبين وعلى الفريق. طبيعة الحال لأن ملي كما قال سي أمين ملي كتاخذ نتائج مزيانة وكتكون أنت محتار الرتبة الأولى، يعني كاع الفرق اللي غيجيو يلعبوا معاك ما غيلعبوش مع محل لاعب مع من بلاصي العاشر، جميع الفرق كتضرب الكسر لأن كل لاعب مع فريق ويكسر الرتبة الأولى، يعني هذا كيكون ضغط على اللاعبين. الحمد لله ما عندناش ذاك اللاعبين اللي كيوقع عليهم ضغط، عندنا يعني فريق متخلق من اللاعبين اللي عندهم تجربة ومن لاعبين شباب، هذا هو اللي خلى الفريق الحمد لله يمشي بواحد الصورة طيبة لحد الآن. كذلك للمنافسة ديال فريق اتحاد طنجة من طرف فريق شباب المسيرة وكذلك مولودية وجدة، هاد الفرق الثلاثة يعني كانت في القسم الوطني الأول، يعني كيفاش كتشوف هاد المنافسة خصوصا أن شباب المسيرة فاز في مباراته في الجولة السادسة على يوسفية برشيد بهدف من صفر، ومولودية وجدة يتعادل مع رجاء بن يمنة صفر من صفر. إذا جيت تشوف هاد الفرق هما فرق ديجا كانوا في القسم الوطني الأول، كنظن التنافسيه غتكون حتى اخر دوره، لان ما نقولوش الفرق هادو حسموه باش غيلعبوا على الصعود، لان يقدر يجيك فريق محتل في الصف الاخر يلعب من اجل الصعود. الان باقي ما تحسم والو، حنا في الدورات الاولى، حنا الحمد لله فريق اتحاد طنجه كيلعب مباراه بمباراه، حنا في هاد الساعه هادي كنبدلو الطلبات ديال الجمهور، لان الجمهور باغي الفريق يكون تنافسي فريق قوي. الحمد لله في هاد الساعه هادي فعندنا فريق تنافسي اللي يقدر يقول الكلمه ديالو مستقبلا. الحمد لله عندنا مدرب اللي بكل صراحه قريب للاعبين ديالو، المدرب كوف. ما نساوش الدور اللي كيقوم به المكتب المسير، فهو يعني مدعم الفريق فيأثر الفريق ديالو حتى اخر دوره، لان السند الكبير للفريق اتحاد طنجه فهو الجمهور، ونتمنى من الله باش يبدلوا الطلب ديالو هو المركب باش نشوفوا 40,000 متفرج ملعب نيمار طوطا. الى جانب الثلاثي اتحاد